حتى الساعه الثالثه فجرا لم يكن يسمع اي صوت في فلتاوس، القريه الصغيره الواقعه على بعد 4 ساعات جنوبي القاهره، وحيث اعتاد المارة السير دون احداث جلبه كبيره بين حيواناتهم الريفيه. وفي نفس التوقيت لكن في الجانب الآخر من العالم وتحديدا في لوس أنجلس، كان اسم رامي مالك يتردد على شفتي جاري أولدمان وأليسون جاني معلنا فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم ملحمة بوهيمية، لتندرع حالة من الفرحة العارمة في القرية بأسرها. وقرية عزبة فلتاؤوس الصغيرة الواقعة في محافظة المنيا بوسط مصر كانت مقر إقامة والدي مالك حتى قرر الهجرة إلى كاليفورنيا في سبعينيات القرن الماضي. عصام فوزي مالك ابن عم الفنان يقول إنهم احتفلوا بتوزيع الحلوى والمرطبات وكذلك بالألعاب النارية لأنهم كانوا يتوقعون حصوله على الجائزة. ومن ساعة ما خد الجائزة اللي هي بتاع جولدن جرو أنا متأكد يعني 90% اللي رمى ياخد الجائزة. ده حاجة شرف للصعيد كله، وشرف ده مش شرف الصعيد بس، ده شرف لمصر كلها. اللي هو الصعيد بتطلع يعني مطلع شباب زي رامي كده، تبقى حاجة لذيذة. انا نفسي يوم من الايام ابقى حاجه زي رامي، يعني ابن عمي بس نفسي ابقى حاجه زي رامي. رامي ده شرف لمصر كلها مش للصعيد بس ولا لاهله.